بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن centrifugal separation. الجزء ده الحقيقة كان موجود في منهج زمان من كام سنة يعني، واتلغى فترة وبعد كده رجعنا نشرحه تاني. ف انا زودت له فيديو بس كده في النص ما بين السكشنين اللي موجودين في اليوتيوب بلاي ليست. تمام، هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن centrifugal filtration والpower calculations للcentrifugal devices. اوكي، أو هنحل مسألة على الـ Centrifugal Filtration ومسألة على الـ Power Calculations عشان نشوف بيتحلوا ازاي. فده شكل الـ Typical Device اللي احنا بنستخدمه في الـ Centrifugal Filtration، أو اسمه Suspended Basket Centrifuge. وده عبارة عن زي ما احنا متعودين على Centrifuge، بس الجزء اللي بيلف جوه الـ Centrifuge ده عبارة أصلا عن Filter Medium. يعني السلندر بتاعنا أصلا عبارة عن Filter Medium، ومع السنتريفيجال فورس وهي بتزق السلاري لبره، الليكويد هو اللي بيعرف يعدي، وتبدا الكيك تتكون في كانر سلندر كده على السلندر اللي هو الفلتر ميديوم بتاعنا. وبعدين في الاخر لو احنا عايزين نشيل الكيك بقى عندنا نايف هنا بتبدا تقشط الكيك. اوكي، فخلينا نرسم الشكل ده السيستم اللي هنتعامل معاه. احنا لو عندنا الطبقه الرفيعه جدا اللي هي الفاضيه دي هي عباره عن الفلتر ميديوم بتاعنا، وعندنا بعديها كيك وليكويد، وطبعا الاكسس ده او السنتر لاين بتاعنا ده اللي احنا بنلف حواليه. تمام، فالسنتريفيجال فورس في الاتجاه الراديال اللي بره ناحيه الفلتر ميديوم بتاعنا. اوكي، فمن الفلتريشن اللي هو السكشن اللي قبل اللي فات اللي احنا اتكلمنا عنه، وصلنا في الاخر ريليشن ما بين الفلو ريت والبارامترز بتاعه الفلتريشن بتاعنا. دي مش حاجه جديده بالنسبه لنا، بس هنراجع البارامترز هي ايه. الميو دي هي الفيسكوستي بتاعت الليكويد بتاعنا، الالفا اللي هي سبيسيفيك كيك ريزيستنس، الام سي ده اللي هو الكيك ماس، دلتا بي طبعا اللي هو البريشر دروب، الاريا ده الافكتيف اريا اوف فلتريشن، نفس الكلام الميو، الار ام ده اللي هو السبيسيفيك سوري الفلتر ميديوم ريزيستنس، الدلتا بي البريشر دروب، والاريا نفس الكلام احنا قلناه. تمام، فده قانون مش جديد علينا، ده اللي احنا اوريدي اشتغلنا بيه قبل كده في الفلتريشن. ومن السنتريفيجال سيباريشن او السكشن اللي فات لما جينا نتكلم عن البريشر دروب في السنتريفيجال فيلدز بيتحسب ازاي، وصلنا لقانون ان البريشر دروب او الدلتا بي بتساوي الكلام ده، ودي اللي هي الرو بتاعت الفلويد اللي جوه السنتريفيوج بتاعنا، الاوميجا دي اللي هي سرعه الدوران راديان بير سكند، وده اللي هو المقابل للهيد ديفرنس من الليكويد ده في الفيرتيكال تانكس او ديفايسز. تمام، ف R2 مثلا ممكن نفترض اي جزء جوه الليكويد ممكن نقول ان ده R2 مثلا يعني، وده R1، والهيد ده من الليكويد مؤثر ببريشر قد ايه، هو البريشر اللي احنا نقدر نحسبه من هنا. فدي مش حاجه جديده، لا القانون الاولاني جديد ولا الثاني جديد. احنا كل اللي هنعمله بس ان احنا هناخد الدلتا بي دي وهنعوض بيها في قانون الفلتريشن بدل ما كنا بنستعمل البريشر اللي جاي من البامب نفسها. تمام، فنوصل لشكل القانون بعد ما نبسطه كده ونفصل الكيو لوحدها في ناحيه. بس هناخد بالنا من حاجه، ان هنا الاريا او الاي سكويرد اللي هنا دي بقت اتنين اريا مضروبين في بعض، اللي هما المين اريا بس مره محسوبه لوجاريتمك مين ومره محسوبه اريتماتيك مين. تمام، الاي 2 ده اللي هو الاريا بتاعت الفلتر السلندر نفسه، الـ AI ده اللي هو الانترفيس ما بين الكيك والليكويد، ده اللي هو الـ RI بالنسبة لنا. تمام، وده هيبقى الـ R2. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ لأن قبل كده لما كنا بنتعامل مع فلتر معين وكان عندنا الفلتر ده عبارة عن مستوى مستوي يعني بلين كده، لما كان يحصل فوقيه أي بيلد أب للكيك فكانت هتبقى الطبقه البيلد اب اللي فوق دي واخده نفس الشكل بالظبط بتاع الفلتر بتاعنا، فليها نفس الكروس سكشنال اريا اللي الفلويد بيعدي عليه، فالاريا ما اتغيرتش ولا حاجه، وكل الموضوع بس ان حصل بيلد اب فوق الاريا دي بنفس الاريا بنفس المسطح بتاع الاريا بتاعنا. لكن لو احنا شغالين في سنتريفيجال في سلندريكال ديفايس والبيلد اب قاعد يحصل لجوه، فهيبقى المنظر عندنا عامل زي كده. ادي السلندر، هو يعني الرسمة مش قد كده قوي، بس ادي السلندر بتاعنا. ولو قلنا مثلا ممكن نغير اللون هنا نجيب اي لون تاني،
وبدأ يحصل بيلد اب للكيك، يعني دي الار 2 بتاعتنا اللي هي اللي بره، تمام. بدأ يحصل بيلد اب للكيك، فالكيك عملت ثيكنس كده ودخلت لجوه شويه، وده بقى الانر سيلندر اللي هو الانترفيس، ده الار اي اللي هنا، ده الار اي اللي هو الانترفيس، تمام. فالفلويد وهو ماشي في الاتجاه الراديال ده، اول اريا هيقابلها هي الانر سيرفيس بتاع الكيك ده. فالسيرفيس اريا اللي هنا دي اللي هي باي، في الدي الانر ده اللي هو بتاع الانترفيس، تمام، مضروب في الهايت او في البي اللي احنا متعودين نسميه بي بدل ال، اوكي. وبعد كده طول ما الفلويد بيمشي في الراديال دايركشن، الاريا اللي قاعد بيشوفها بتوسع لحد ما يوصل لاكبر اريا اللي هي A2 عند ال R2 اللي هو في الاخر خالص عند الفلتر ميديوم. فعلشان نتعامل مع مين اريا او افكتيف اريا للفلتريشن على مدار الرينج ده كله، فاحنا بنشتغل بالمين اريا بدل ما نشتغل بالماكسيمم اريا اللي موجود عندنا في السيستم هنا، تمام. الكلام ده لما يكون الكيك ليها ثيكنس يعني معتبر هنحتاج نعمل الكلام ده، لكن لو الثيكنس بتاع الكيك قليل جدا ممكن نشتغل على طول بالـ A2، مش هيبقى فيه فرق كبير يعني، تمام. بالنسبة للباور بقى required to rotate the centrifugal devices، فاحنا عندنا الباور عموما هتساوي التورك في الأوميجا اللي هو سرعة الدوران، دي الـ theoretical power. الـ actual power طبعا هندخل الـ mechanical efficiency معانا في الاعتبار. طيب التورك ده هنجيبه ازاي؟ التورك عبارة عن الـ inertia أو الـ moment of inertia في الـ centrifugal acceleration. الـ moment of inertia اللي هو علشان يعني نلف الـ body بتاعنا، و الـ centrifugal acceleration اللي هي سرعة الدوران على الـ time اللي احنا هناخده من السكون لحد ما نوصل لسرعة الدوران دي، acceleration يعني velocity over time، اوكي. فال moment of inertia اللي احنا هنجيبه ده عبارة عن حاجتين، او البادي اللي بيلف ده دلوقتي عبارة عن حاجتين، ال walls نفسها او الجسم الصلب نفسه السلندر او السنتريفيوج، وال liquid layer اللي جواه اللي عاملة برضو هولو سلندر جواه، تمام. فهنحتاج نجيب او هو عبارة عن two components، الاول اللي هو البول نفسه او السلندر نفسه، والتاني الليكويد سلندر اللي موجوده جوه. فبالنسبه للبول هنجيب الماس بتاعته اللي هو الماس بتاعت الماتيريال اللي احنا شغالين بيها، ونضربها في ال R2 squared اللي هو موجود عندها، تمام. فهنلاقي ان الماس دي اتفكت فوليوم في density، وهنضربها في ال سوري في ال R2 squared اللي هي هتبقى هنا R cubed. وبالنسبه للليكويد اللي جوه هيبقى الام داش دي اللي هي الماس بتاعت الليكويد في ار 2 سكويرد بلس ار 1 سكويرد على 2، على اساس ان احنا لو دي ار 1 اللي هي بتاعت الليكويد لحد جوه، هنجيب ار سام وير في النص كده زي مين ريديوس نحسب عنده المومنت اوف انرشيا، اوكي. والام داش دي طبعا هنفكها، الرو فلويد عندنا هنا و دي هولو سلندر، فهي الفوليوم بتاعها هو الكروس سكشنال اريا بتاع الرينج دي مضروب في البي اللي هو الهايت بتاع السلندر بتاعي، تمام. وبعد كده نرجع نضربهم في ال ار 2 سكوير بلس ار 1 سكوير. جبنا التو كومبوننتس بتوع المومنت اوف انرشيا دول، نرجع نحسب المومنت اوف انرشيا التوتال، نرجع منه نحسب التورك، نرجع منه نحسب الثيوريتيكال باور، وبعد كده طبعا نعرف نجيب الاكشوال باور. الكلام ده علشان نبدأ أو نشيت الدوران نفسه من السكون لحد ما يبقى بيلف عند سرعة معينة أوميجا. طيب بعد ما نوصله للأوميجا دي، لو احنا في عالم مثالي، لو احنا أخدنا السيستم ده أو السنتريفيوج ده في الفضاء من غير أي فورسز تأثر عليه فريكشن وكده، كان هيكمل دوران زي ما هو لأن خلاص وصل لحالة زي ستيدي ستيت كده، تمام. لكن احنا عندنا فريكشن، ف مش بس محتاجين نوصله للسرعه دي من الدوران، احنا عايزين برضو نسبلاي شويه باور عشان يكمل نفس الدوران عند نفس السرعه اللي هي تخليه يتغلب على الفريكشن اللي بيقاومه او بيعوق الحركه بتاعته، اللي هو تيبيكلي بيبقى في الرينج ما بين 50 ل 70% من الاكشوال باور اللي احنا حسبناها فوق هنا، تمام. خلينا نحل بقى مساله كده على كل نوع ونشوف هنتعامل ازاي بالارقام.
فأول مسألة بتقول عندنا suspended basket centrifuge has the following dimensions: ال bowl diameter 750 mm, ال height 600 mm. فده اللي هو بالنسبة لنا D2، وده بالنسبة لنا اللي هو ال B، والradius ال corresponding لل liquid level هو ب 100 mm، فده يبقى ال R1 اللي جوه خالص. تمام. It's used to filter fine solid particles from aqueous slurry. فقال لنا ان الليكويد بتاعنا ميه طبعا. The percent solids by weight ب 25%. خليني اغير لون القلم علشان ما يبقاش ازرق وازرق مع بعض. تمام. ف 25% ده اللي هو الكونسنتريشن باي ماس يعني. والدنسيتي للسوليدز دي ب 2200، ده اللي هو البارتكل دنسيتي الرو بي. If it's estimated that the cake porosity، البوروزيتي بتاعت الكيك هتبقى 0.25، دي الابسلون بتاعتنا. والكومبرسيبيليتي كوفيشنت اللي هو السبيسيفيك كيك ريزيستنس ب 3×10^12 متر بير كيلوجرام. والفلتر ميديوم ريزيستنس اللي هي 10^9 متر ماينس 1. عايزين نعرف اول حاجه الكيك ثيكنس والماس بكام، وتاني حاجه الماكسيمم فلو ريت للفلتريت اللي نقدر نسحبه من السنتريفيوج او السنتريفيجال فلتر ده عند سرعه دوران 1000 ار بي ام. تمام. نبدا نحل. فاول حاجه خلينا بس يعني نبص على الابروتش قبل ما نبدا في الحل. الابروتش بتاع المساله هيبقى ماشي ازاي؟ احنا عايزين نعرف الكيك الثيكنس بتاعتها هتبقى بكام. فاحنا مش عارفين السلاري حاليا، نفترض ان هي داخله يونيفورم، ال 25% سوليد دول متقسمين في السلاري ككل. تمام. هيبداوا لما يبدا السنتريفيوج يلف هيبداوا يتكونوا. لو احنا عندنا السنتريفيوج خدنا كده سكشن من النص بالظبط، هيبقى عندنا اول حاجه الكيك. تمام. وبعد كده هيبقى عندنا الليكويد والسنتر لاين مثلا اهو. اوكي. فدي كده بالنسبه لنا R1، ده كده بالنسبه لنا RI، وفي الاخر خالص ده اللي هو R2. تمام. اللي هو الفلتر يعني. فدي كده الطبقه الاولى هي الكيك، والطبقه دي هي الليكويد او سلاري الدخله بتاعتنا. تمام. فعايزين نعرف الثيكنس. فمن الاخر لو عرفنا ال RI ده نقدر نجيب الثيكنس بتاع الكيك. طب الكيك هتتكون في سلندر ال R انترفيس بتاعه قد ايه؟ احنا عارفين ان الفوليوم بتاعنا، الفوليوم بتاع الكيك هيبقى بيساوي باي في R2 squared minus RI squared، مش كده؟ في بي اللي هو الهولو سيلندر اللي محصورة ما بين R2 RI مضروب في الهايت بتاعنا. والفوليوم بتاع الليكويد بيساوي باي في ال R interface ده squared minus R1 squared اللي هو بقى الانترفيس ما بينه وبين الهواء برضو مضروب في بي. فاحنا لو قسمنا الكلام ده على بعض، طيرنا البي والباي، هيبقى عندنا الفراكشن ده او الريشيو دي unknown، والار اي برضو unknown، الار 2 معروفة والار 1 معروفة. فاحنا عندنا هنا معادلة في مجهولين، عايزين نجيب واحد عشان نعرف الحالة التانية، ونجيب معادلة تانية عن الحالة التانية. فال V كيك دي على V liquid ratio نقدر نجيبها فعلا من الفيزيكال بارامترز اللي هو ادها لنا في المساله. لو عرفنا نجيب الريشيو دي على بعض بكام، نقدر نجيب ال interface radius هيطلع بكام. طيب عشان نجيب بقى ال V كيك على V liquid ratio، اول حاجه ال V كيك بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الماس بتاعت السوليد اللي جوه الكيك على البالك دنسيتي بتاع السوليد ده، على اساس ان جوه فراغات. ما احنا مش لازم نشتغل على الكيك ككل بما فيها سوليد وليكويد. احنا لو عارفين السوليد نفسه اللي جوه الكيك ده الماس بتاعته بكام، والبالك دنسيتي بتاعته باخد في الاعتبار ان في فراغات في النص هيملاها ليكويد بقى او جاس مش فارقه معانا حاليا، عرفنا البالك دنسيتي بتاعته بكام، نقدر نجيب منها الفوليوم اللي هيشغله الكيك ده، صح؟ ف الماس بتاعت السوليد لوحدها هي ايه؟ الاكس اللي هي 0.25 اللي ادهالنا في الماس بتاعت السلاري اللي داخل، اللي احنا حاليا لسه مش عارفين، اللي احنا اساسا عايزين نعرف نجيب الفلوريت بتاعنا، صح؟ و
البالك دنسيتي اللي هي ايه، هو ادالنا الابسلون، قال لنا الكيك دي خلي بالك هيبقى فيها بوروزيتي 25%، ف 75% بس هم اللي هيشغلهم سوليد، وال 25% الباقيين هيشغلهم ليكويد. تمام، فلو عوضنا بالارقام بتاعتنا هنطلع في الاخر ان الفي كيك بدلاله الام سلاري بالترم ده. اوكي، طيب بالنسبه للفي ليكويد، الفي ليكويد بتاعتنا هتبقى عباره عن الليكويد اللي موجود في السلاري كلها على بعض اللي داخله، ناقص اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي على الليكويد اللي في الطبقه دي بس، مش اللي موجود مع الكيك في الطبقه بتاعت الكيك. فاحنا هناخد كل الليكويد اللي كان داخل في السلاري ناقص الليكويد اللي هيبقى ما بين الفراغات اللي موجوده في الكيك. فالليكويد كله اللي داخل مع السلاري هو عباره عن ايه؟ ال 75% بقى، مش هو فيه 25% سوليد، يبقى 75% ليكويد مضروب في الماس بتاعت السلاري على الدنسيتي بتاعت الفلويد. كده احنا دي كده جابت لنا التوتال فوليوم بتاع الليكويد اللي موجود في السلاري بتاعتنا، اللي هو في الطبقه الكلير ليكويد اللي هنا، وكمان الطبقه بتاعت الكيك. طب انا عايز اشيل منه بس الطبقه بتاعت الكيك عشان اعرف احسب الار انترفيس اللي هو الجزء ده بس، يبقى اشيل منه الفي كيك اللي احنا لسه جايبينها فوق دي مضروبه في الابسلون او الفراغ اللي الليكويد ده هيخش ما بينه. فاحنا قلنا ان الكيك دي هيبقى فيها 75% سوليد، والفويد فراكشن اللي في النص اللي هو ال 25% هيخش فيه ليكويد، فهنشيله بس من التوتال ليكويد فوليوم اللي كان داخل معانا. فيبقى عندنا المنظر ده. تمام، نطلع في الاخر ان الفي ليكويد هيبقى بيساوي بارامترايز طبعا في السلاري ماس بالكلام ده. لو قسمنا بقى الاثنين دول على بعض، الماس اوف سلاري دي هتروح مع الماس اوف سلاري دي، ويفضل عندنا ان الفراكشن ما بينهم الفي كيك على الفي ليكويد بيساوي 0.213، وده الحقيقه اللي احنا كنا عايزين نجيبه. لو عرفنا نجيب ده نرجع نعوض بيه فوق هنا، عرفنا خلاص على طول الار اي او الار انترفيس بكام. تمام، فده اللي احنا هنعمله هنا فعلا، اللي احنا هنقول ان الفي كيك على الفي ليكويد بيساوي الكلام ده اللي هو الترم اللي احنا لسه جايبينه فوق بيساوي 0.213 اللي احنا لسه حاسبينه هنا. تمام، نجيب من هنا الار اي لان هو البارامتر الوحيد اللي مش معروف. عرفنا الار اي، نجيب الثيكنس ازاي؟ هو الار 2 ماينس الار اي ده او الار انترفيس، جبنا الثيكنس بتاع الكيك بتاعتنا بكام، ويبقى الفي كيك بتاعتنا نقدر نعوض بقى دايركت هنا، نطلع الفوليوم الاكشوال فوليوم بتاع الكيك اللي موجود جوه السنتريفيوج بتاعنا. وعشان نجيب الماس بتاعت الكيك ككل محتاجين نجيب الايفكتيف دنسيتي بتاعت الميكستشر او بتاعت الكيك اللي هو ميكستشر ما بين السوليد والليكويد. فهيبقى الابسلون مضروبه في الرو فلويد ده اللي هو الفويد فراكشن مضروب في الفلويد اللي ماشي في الفويدز ما بين السوليدز، زائد الفوليومتريك فراكشن بتاع السوليدز نفسها اللي هو 1 ناقص الابسلون اللي هو 75% في البارتكل دنسيتي بتاعتها، يطلع لنا ان الدنسيتي بتاعت الكيك ب 1900 كيلو جرام بير متر كيوب. نجيب الماس بتاعت الدنسيتي، ان احنا نضرب بقى ايه الفوليوم في الدنسيتي، الماس بتاعت الكيك هي الفوليوم في الدنسيتي بتاعت الكيك، طلعناه ب 82 كيلو جرام. دي الكيك كلها على بعض، السوليد بالليكويد اللي جوه الكيك. اوكي، ده كده اول مطلوب. بعدين قال لنا بقى ايه، عايزين نعرف احنا لو هنشغل السنتريفيوج ده عند 1000 ار بي ام نقدر نوصل لماكسيمم فلو ريت للفلتريت اللي خارج ده بكام. فالاوميجا نجيبها من الار بي ام على طول تطلع 104 راديان بير سكند، وبعد كده الاريا بتاعتنا بتاعت الفلتر بتاعنا تطلع بالرقم ده اللي هي الهايت مضروب في المحيط او البارامتر بتاع الفلتر بتاعنا، ونعوض على طول في القانون اللي احنا قلنا هندمج الدلتا بي من السنترفيجال فيلدز مع القانون بتاع الفلتريشن، نطلع على طول الفوليومتريك فلو ريت بتاعنا بكام. المساله اللي بعدها بيقول عندنا فاين سوليدز السايز بتاعها 10 مايكرومتر والدنسيتي بتاعتها 2400 كيلو جرام بير متر كيوب، ار تو بي سيبريتد فروم 50 لتر من الاويل ان ا باتش سنترفيوج اوف بول دايامتر 700 مليمتر. تمام، والوول ثيكنس بتاعتنا ربع انش، والهايت 500 ملم. It takes 5 seconds for the ball to reach a speed of 1200 RPM. ف الاكسلريشن في الاول من 0 لحد 1200 RPM دي اخذت 5 seconds.
هنقدر من هنا نجيب الأوميجا الألفا بتاعي from rest. Calculate the time required للفري اويل to free the oil from the solids and the required motor power. عايزين نعرف الباور اللي احنا محتاجينها للموتور اللي هيشتغل على السنترفيوج ده قد ايه. تمام، دي الفاينل انسرز، بس احنا هنخش نحلها بقى مع بعض. فزي ما اتفقنا كده، اول حاجه هنجيب الاوميجا من الار بي ام اللي هو 1200، طلعت 125.6 راديان بير سكند. نجيب التايم السيباريشن بتاع السوليد جوه الليكويد، اوكي، فجبنا التايم بتاعنا بكام. نجيب الالفا بقى اللي هو الاوميجا اللي احنا وصلنا لها على الوقت اللي اخده من الريست لحد ما وصل للار بي ام ده، وبعدين نجيب التو كومبوننتس بتوع الانرشيا، ده اللي هو الانرشيا كومبوننت بتاع البول او السوليد، وده الانرشيا كومبوننت بتاع الليكويد اللي جوه السلندر بتاعنا. نجيب التورك بان احنا نجمع طبعا الاثنين دول مع بعض نضربهم في الالفا، جبنا التورك اللي احنا محتاجينه هيبقى بكام. الثريتيكال باور اتفقنا هي التورك مضروب في الاوميجا او في الراديال فيلوسيتي، اللي هي في الاخر تطلع لنا الباور اللي احنا محتاجينها حوالي 47 هورس باور. الاكشوال باور نقسم على الميكانيكال افشنسي طلعت لنا 55 هورس باور. يبقى الموتور اللي احنا محتاجينه مثلا محتاجين نجيب موتور 60 هورس باور، والباور تو سستين الروتيشن ده عند نفس السبيد بعد ما نبدا من الريست هو ال 50 ل 70% من الاكشوال باور اللي احنا حسبناه. بس كده، ده بالنسبه للجزء اللي ضفناه على السكشن او فيديوهات السكشن السنه اللي فاتت. لو في اي اسئله بقى ممكن تعرفوني في اي وقت. اشوفكم ان شاء الله السكشن الجاي. شكرا، السلام عليكم.